انا مشى اي نجا اطلع راح بسم الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بسم الله. اذا مستمعينا الافاضل وردنا الان في هذا العاجل اهلا بكم الى هذه اذا النشره الخاصه التي سنوافيكم بها برساله من الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقه ويقول في رسالته انه نظرا للانسداد الواقع حاليا في البلاد وبالنظر للخطوره التي يكتسيها الوضع فانه قرر التضحيه والعوده الى الحكم. وقال السيد عبد العزيز بوتفليقه في رسالته للشعب الجزائري: ايها الشعب الجزائري، انا متاكد انهم يدفعوك الى تظاهر ضدي، ولكني اعلم انك تحبني، ولذلك ها انا قد عدت اليكم لأتمم المسيرة التي بدأتها معكم منذ 99 و1000. وأضاف السيد عبد العزيز بوتفليقة: سألغي كل القرارات والإجراءات التي صدرت في مرحلة غيابي. سبحان الله. وسأعاقب كل من تسبب في هذه الفوضى التي تعرفها البلاد، كما سأصدر قرارات هامة وخطيرة ابتداء من اليوم، وهي في عزل كل من كان وراء استقالتي ومحاكمته أمام العدالة. وأوضح عبد العزيز بوتفليقة أنه سيعين شقيقه السيد السعيد بوتفليقة كنائب له والنائب الأول لرئيس الجمهورية، ويمنحه كافة الصلاحيات والسلطات، كما سيعيد تعيين السيد أحمد يحيى كوزير أول نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها للشعب الجزائري. وقد أثارت عبد العزيز بوتفليقة ردود فعل قوية من طرف الطبقة السياسية. لا أصدق هذا، أعتقد أن الرئيس بوتفليقة انتهى بقوة الشعب. زاكي السلام عليكم، وشاك خويا العزيز لاباس بخير؟ الله يحفظك نسقسيك حبيبي برك، واش راهم يقولوا الرئيس ولا ورد خوه ويحيى ما؟ الله اكبر، الله يحفظك. صح حبيبي، صح صح، الله ينورك، صح، سبحان الله. اوفيسيال قال لك الحمد لله يا ربي، الحمد لله مليحه بيان سير، مليحه يا مريض. وعلاش مريض العزيز؟ انا ما نامش شويه. ها انا ما نامش. او اوفيسيال قال لك صاحبي انا ما نامش. ما تامنش على عمو؟ حرام. على ما تامنش شكرا وفا، كيما يحب يولي هدايا ما يقدر. يقدر عمو، سبحان الله، هذا يسموه الزعيم عمو. دوك دوك انت سميه واش تحب شي شغلك، حنا رانا نحكوا لا لوجيك دي شوز. ايه القانون، القانون ما يسمح لكش تولي. القانون فوق الجامع، هذه على بالي بنا. بصح بوتفليقة فوق الجامع. علاش فوق الجامع؟ ها الزعيم هذا يا عمو، هذا خدم البلاد باش خدم بدراهمو. كيفاش هذا يا بصحته خدمها صحته راحت على جل البلاد؟ حنا هدايا حنا ماناش كونطر على هذا، ماناش كونطر الشخص. اوكي يكثر خير ربي والبترول، هذه الحاجه الاولى. وهو ثاني فاش هو بوتفليقة صحته كاع راحت يا خويا. طابق لنا كيفاش، كيفاش انا نشوف الدنيا ربي يعني. نعم جماعه كاشير تريكي. لا 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 لا، انا جماعه الحق فوق. معليش هذا سي بون بوين دو، انا جماعه حق عمو اسمح لي. واش به زعفتي؟ ها بالك جماعه مع باليش، انا جماعه هذو تاع خلصك الحراك. واك تشوف، واك تشوف، سبحان الله لا اله الا محمد رسول الله. شعب سراق هذا يا هاك تشوف، شعب سراق وهبط وزعف وراح. واش على جدع يا خويا، نعطيك حقك ونحمد. بارك الله فيك، اعطيني حقي باذن الله. شوف شوف يا اخي، شوف انا نحترمك، انا ونحترم التفكير تاعك. اي والله انا وخلاص، انا ما نقدرش نجي ضدك، هذه عقليتك نحترمها وخلاص. ودوك ولا انت متمتش عقليه وانا ما متمتش عقليه، ما تفهموا ما صير. لا لا بصح عمو شوف. نعم. العقليه ديالي هي الصح درك. علاش دوك انت يا انت يا راك تهضر نحترمك وخلاص، هذا ما كان كل احترام البعض وخلاص. لا لا قلت لهم باللي بوتفليقة راجل خليه يكمل الخمسه ديالو، وخو سعيد ثاني في حل، ويحيى في حل. الله اعلم، هذا يعني انت بالك تعرف، انا ما نعرف. لا لا صح هذه عمو، هذه صح. ما نعرفش سياسه، انت كيك تعرفها انت تحكي عليها. ما تعرفش انتايا؟ ما نعرفش سياسه كي ولات هكذا، احنا رجعنا. وشنو الصح مالها؟ وشنو هو الصح؟ فهمني معليش. واش هو الصح؟ اه
فهمني صح وشنو؟ انت صح كيفاش تشوف فيه معليش؟ يعني شوف باللي بوتفليقه لازم يولي. خلاص يا خويا. وسعيد لازم يولي. ويحيى لازم يولي. وحداد لازم يخرج من الحبس. كون ليناف لازم يخرج من الحبس ويدخلكم انتوما الشعب. هيا خلاص. انا ما يدخلكم انتوما الشعب للحبس. باسكو انتوما نكارين خير عمو اسمح لي. معليش هذا نحتار فاش نكارين الخير؟ نكارين خير كي درتوا عليه بوتفليقه. دار عليه بصح. الشعب انتوما. كميشة هاديك واش من كميشة؟ كميشة تاع الشعب هاديك. ما تزعفش مني عمو. اه شطنفري. ما تزعفش مني. انا حقاني انا حقاني ودمي سخون. سيت ان بوان دو في تو ريسبكتو خلاص هذا ما كان. فاش راني غلط قول لي بصراحة قول لي فاش راني غلط. ريسبكتو خلاص سيت ان بوان دو في حطني هنا. ما خدمش بوتفليقة عمو. معليش. بصراحة معليش نحطك برك. نكسرو برك خفيف شوية هكذا. معليش. ما خدمش. احنا ما قلناش. بوتفليقة. انا من الله. احنا ما قلناش ما خدمش. يعطيك الصحة. حنا قلنا سي المومو باش يروح. بصح لا يروح يا عمو خليوه يكمل دقيقة باك نمد لك الصرف. معليش خليوه يكمل عمو. فاش واش يكمل؟ اه قول لي. حابين نسقسيك معليش. انا الجزائر ما عندهاش رجال عندها غير هادو. عندها رجال بصح كيما هو ما كان يا عمو. صلينا عليه. كيما هو ما كان. معليش. ها؟ ربي يحفظك. دقيقة دقيقة عمو ولا غير دقيقة. واش نروح؟ ولا غير دقيقة تشوف برك شوف. نعم. صدقني بالله غير عندها شحال مخبيها قلت لهم يولي بوتفليقة. شوف هاو الزعيم وتحيا بوتفليقة وما تزعفش مني عمو هذا رايي. والله العظيم نحترم كاع الناس انا. اه. حق ليك نحترمك وتحترمني وخلاص. صح. المهم شوف خويا المهم نتفاهموا كل واحد يعطي نظرية. يعطيك صح لا لا بصح عمو دوكا دوكا. الحبس ياكلكم عمو. ما تزعفش مني. يا دركا لا لا وقفتوا كونترو عمو. احنا خويا ما سرقنا ما كنا الحبس. وقفتوا كونتر الرئيس عمو. اوا راك غلط انت. علاش راني غلط؟ انت غلط ولاك عايش في عالم وحده. اصبر عمو بلا دقيقه برك. واش راك صافا؟ انا الحمد لله. كاميرا كاشي بك عمو. معليش هذا ما كان احترام وخلاص. نحترمو نحترمو كاع الناس حنا. والله انت هاي شد 10000 تاعك. معليش نحترمو كاع الناس. الله يحفظك هاي انت ولا غير هاي. نحترمو كاع الناس حنا خويا. هاي لك شوف موراك. نهار مباركوا.